بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي وفخر قناتي، زي ما بقول دايما والله انا ببقى سعيد جدا لما بلتقي معاكم من خلال البث المباشر او من خلال الفيديوهات المسجله. انا هقول لكم السلام عليكم، وهبدا بالاوميجا 3. الناس اللي عندها نقص في فيتامين د، انا بنصح والعلماء والاطباء بينصحوا دايما السردين والمكرين والسلمون اوميجا 3 هي مغذيه، وفي نفس الوقت بتمد الجسم بالاوميجا 3. طبعا انا بصبح عليكم من اول مدخل سوق الانصاري من عند المدرسه ومن جهه البوسطه محل استاتي والابطال. عم استاتي راجل اساسا كل شغله بينزل الاتكة وبينزل يجيب يتسوق باسعار المفروض انها هي مناسبة. طبعا انا هوريكم الفرش بعد كده اصبح على حبيبي حاج سيد استاتي. الخنزيرة دي يا جماعة جميلة جدا، وفي القلي والشوربة ممتازة. قلنا السردين زيت وليمون او شوي، اهم حاجة انك انت تستفاد بعنصر الاوميجا 3، لان فعلا هي سمكة مغذية جدا. وعنده سمك ابيض، وعنده شخرم احجام، شخرم كبير وشخرم صغير. ومن هنا باجي بقى واقول ايه، السلام عليكم حاج سيد. الحمد لله على سلامتك الاول، انا عرفت انك كنت بعافيه والله اتاثرت جدا، لكن الحمد لله على سلامتك. النهارده ناوي تبسط الجمهور ولا تزعلهم؟ لا ان شاء الله نبسطهم، الحمد لله ان الدنيا كويسه. انا مبسوط. حد بيتصل بيك من القناه؟ والله لسه والله امبارح. نوع السمك ده كم كيلو؟ 140 جنيه. وقمت معاه بالواجب ولا ايه؟ عملت معاه واجب؟ الراجل اتصل عليك؟ لا هو عايز الحاجه يوم الاربعاء. طيب يعني المهم القناه الناس بتقدرك وبتتصل بيك. الله يخليك. طبعا البربوني ده يا جماعه فراويله بيتقزقز كده اليه وعلى البق على طول. الراجل ده حقه 100%. السلام عليكم. الرئيس. انت بس انا زعلان منك. جاي انت سويسي؟ سويسي. جاي تسال على تقول اسم السمكه دي ايه؟ تمام. ولا عارفها؟ لا انا مش عارفها والله. يا بس عجبتني الشغل. سمكه البربوني دي بتاكله الجمبري. تمام. هتاكل الجمبري. معلش عشان فاتح لايف الراجل كده ومستضيفني. معلش. صباح الفل. صباح الفل لك يا شدتك السمكايه. والراجل برضه حقه نظيفه شدتها بيشدها. وهتعجبك لما تقليها. حبيبي. ان شاء الله. صحة وعافية يا حبيبي. حبيبك يا خليل. حاج سيد. الأسعار عشان ما أعطلكش. الخنزيرة دي بكام؟ الخنزيرة دي دي ب50. والله حلو يا جماعه. استاذنك لما اكون فاضي قشر لي واحده. بالمره بوريكم حركه الناس، حركه كويسه في السوق. عم سيد تعالى كده قشر لي واحده كده، قشر لي اي واحده الناس تعرف تطمن. زي ما بنعمل في بلاطه هنعمل برضو في ايه؟ بص يا جماعه، اللحمه ابيض مفيش شوك وعباره عن غضروف. اهي بصوا يا جماعه طازه وزي الفل. دي شوربه وقليه يا عم سيد ايه؟ 10 على 10. قول لي دي بكام؟ 50. خنزيره البلاط كمان. لا دي الاساس. دي ب50. ماشي يا باشمهندس. والسردين كيلو وربع. دي كيلو ونص جنيه. كيلو ونص؟ مش عارف عندك. تمام تمام. ده حارق بقى. الجمبري ده جمبري ابو دي الازرق ده جميل قوي. ده بلد. ده الابيض ده؟ ده جميل ابو دي الازرق. ابو دي الازرق من غير العتيبي. ده بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ده اللي بقى الازاز على طول. عتيبي بكام ده يا حبيب قلبي؟ بكام ده؟ 350. عاجبني برضه. خلي بالك ده جمبري من غير ميه. يا جماعه يا جماعه اشر الواحده كده يا عم السيد عشان الناس تعرف الفرق ما بينها وبين اللي عم شاربه ميه بتبقى بايشه وطعمها الثلج والميه ايه كالت. لا ده بسم الله ما شاء الله كده. وبعدين ده جمبري بلدي. جمبري انا هستأمنك اللي مش عارف ادوق انا على بقك كده وبامانه قول لي طعمها ايه برضه. اهو
مسكره اهي بسم الله ما شاء الله. ما انا بقول لك يبقى طازه عايز الجمبري السوبر، لان لو فيها ميه يا جماعه التعسيره بتاعتها ايه بتروح في الميه. لا وغير كده كمان بتفلت الميزان. اه دي اما دي بينه بينك وبين اي حد ربنا بقى. يعني مثلا ممكن انا بقى لك جمبري 300 جنيه وهو يقف عليك اصلا 450 لو بالميه، كيلو الا ربع جمبري وربع كيلو ميه. الله اكبر الله. ده قلت 300 ده 300 بس انا بقى 300. جميل الشكر عاجبني قوي شكلا وموضوعا وجوده وعين. بكام ده الشكر اللي هو الكبير ده اللي هو السوبر ده كيلو ونص اللي ده كان بيتباع ب 100 جنيه. حلو يا جماعه. 120 ده شنشله ولا جرد؟ لا ده جرد بس صح. اه جرد بس صغير صغير بتاعه ب 50 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله صاحيه كده شكر 100 صفر وادي مكشوش اهو. يعني في ب 50 بكيلو ونص. كيلو ونص ب 100. البربوني ده انت قلت ب 140 هل كده ولا ممكن ننزل؟ والله احنا بنمشي مع السوق يعني بس ايه بقى ده بس ايه عشان الاسعار كده اعتبر نزلت مش اللي هي كتير يعني. 140 ها؟ اه يعني ده كان بيبقى ب 180 جنيه و 200 جنيه. السوق شلطه فاضيه. السوق اتحسن. طب العفره شويه؟ العفره ده بيتباع ب 300 و350 انا ببيعه ب 250 جنيه. 250 الناس اللي عارفه البربوني الكبير. آه جميل ده والله. بتوع السمك اصلا لسه واخدين منه دلوقتي يعني بتوع السمك اصل ده عارفين اللي هو اجل بيتباع اجل من كده قزقزه وجميل بالطعم. لا وما بيتباعش بالثمن ده والله. اه ده بيتباع ب 300 جنيه ده يا جماعه ب 250 وده آه وده ب 130 ده 130 القمرايه دي ب 170 130 ده ب 170 170 خلي بالك قمرايه صح. حلو يا جماعه. اه اولا سمكيه احلى في الشوي زيت وليمون جميلة جدا. وبرضه 160 جنيه برضه انا بلعب ب 180 جنيه. لكن دلوقتي يعني حاليا كام الناس تاخد؟ 160 النفارة ومرجان بقتب سعر واحد اكيد. يعني يعني لكن هم عشان حتتين ممكن يعني ايه تهوت عشان الحتتين ممكن تهوت فيهم. بكام ده؟ بكام دول لو طلعوا؟ 300 ببيعه ب 270 270 يا جماعة. والخنزير والخنزيره دي زي اللي احنا شفناها كيلو خنزيره القادره برضه الكبيره شويه كبيره بكام دي؟ دي ب 100 بس ليك انت برضه يا عم احمد 80 جنيه 80 جنيه يا جماعه. في صدف يا جماعه سمكه الصدف سمكه ممتازه في السنجاري وفي الشوربه وفي الصياديه سمكه جميله جدا. الصدف بكام يا عم السيد؟ الصدف ب 180 بس الحمد لله. والله انا عن نفسي الاسعار نزلت والله حاجه سايب بس بقى الاهم كمان من السعر ده خلي بالك ساعات بيت دي ب 180 جنيه تجار يعني ب 200 جنيه بس ما كان حاجه اللي هي تكون صاحيه. لا لا ادرك شويه يا جماعه. لا يعني الصدف يعني نزل السمك الوحيده دي يعني انا مش هشهد لك السمك تعتبر نزل الحمد لله. الصدف ده عشان بطنها بس عندي تشكيل الصدف يا جماعه ممتاز. قلناها بكام؟ ده ب 180 بس 180 والجمبري العفر ده في جمبري يا جماعه بقى ابيض ازاز ابيض بكام ده حاج سايب؟ 400 يا جماعه. بس هيقلي الجمبري هيهجم وهينزل ان شاء الله عشان بعد الثلاث ايام المراكب تقع ان شاء الله. ده قلت لي 400 ها؟ يعني دوت اصلا بعد اللي هو بعد اليومين الثلاثه دوت كل ربك بيبعت الرزق. هو عشان الحمد لله بقول لك المراكب ما بتخش عشان فاضل ثلاث ايام والمراكب تقع. السوبيا بتاعتنا السويسي الجميله الله. بص يا جماعه دي انا عايز اركز على حاجه عم السيد حاجه كان تعبان عم احمد اطمن عليه اول لسه جايب توبة. انا اول ما طلعت الفيديو قلت لك ايه الحمد لله على السلامه ولا لا ده ابني وحبيبي يعني واشكرك انك انت برضو بتسال عليه. انا يهمني يهمني في السوبيا تكون متطبقه بشربه ميه وريني الناس. بص هو اهي بص لسه واخد منها الحاج اهو. اه دي السوبيا ايه بلدي جاره متطبقه مش شرب. لو شرب ميه هتحط نص كيلو زياده ميه كمان ما بيبقى ليها طعم خلاص الحاجه طالما انت بتجيبها وحرام 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 كيلو بيبقى كيلو الا ربع برضه. اه لكن دي بسم الله ما شاء الله كده وبعدين صح. دي انا عندي في الاكل احسن من الثانيه جميله دي في الشرايح وفي السوق في القلي وفي الشوربه وشغل السي فود 10 على 10 120 بس 120 عشان ايديك يا حب دي عجان ب 120 محمله. بص عليها
ده سمك بلدي مش بتاع بره الخليج عشان في لا لا لا, لا جميل هنا بتاعنا احنا بتاع السوس يا جماعه 120 حكتك زي الفل وربنا يوسع عليك ودايما نصير السوق الحلو لانك انت تاجر جمله اعتبر ونكرر تاني الحمد لله على سلامتك الحمد لله على السلامة شكرا يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.